نروح لملفنا التاني، المنتخب القومي. منتخب مصر انت عارف مش هقول لك بيمر بأزمة، لكن احنا في موقف صعب. يعني عندنا ماتشين امام توجو، ماتشين مهمين جدا. يمكن نتيجة جزر القمر مع كينيا ادت نوع من انواع طبعا الموتيفيشن اكتر شوية للوصول للنقطة رقم 5 اللي وصل لها جزر القمر. فبرضو عايزين نعرف المنافس. احنا عارفين كلنا منتخبنا، ويمكن هنتكلم عليه برضو شوية، التشكيل هيبدأ ازاي، كابتن حسام بيفكر في الجيم ازاي. لكن خلينا نروح لتوجو. توجو من الفرق مش هقول لك الفرق الضعيفه، فرق متوسطه القوه، اللي عندها لاعبين محترفين، عندهم لعيبه على مستوى عادي. لكن عايزين نعرف منك برضو الشكل الفني لتوجو ومشوارهم في البطوله كان عامل ازاي لغايه الجوله الثالثه. يعني اولا احنا بيصعد التصفيات دي الاول والثاني من كل مجموعه، دي حاجه مهمه. اولا جزر القمر بيتصدر المجموعه من 3 مباريات برصيد 5 نقط، الثاني كينيا 3 نقط من 3 مباريات، مصر الثالث من نقطتين من مباراتين. فان شاء الله لو كسبنا الماتشين او حتى حصلت في اسوأ الحالات يعني على 4 نقاط، ان شاء الله تتصدر المجموعه. بالتاكيد منتخب توجو دلوقتي ما عادش فيه منتخب يعني ضعيف في القاره الافريقيه، بقيت ان انت تحضر او تذاكر في كل الفرق المنافسه تلاقي نقاط قوه، تلاقي نقاط ضعف، تلاقي محترفين. صحيح بيبقى مستواهم الفني مش نفس مثلا المحترفين زي صلاح وتريزيجيه وزي نفس القوه الفنيه، ولكن برضو بتلاقي بعض الحاجات. يعتبر يعني منتخب توجو بعتبره من المنتخبات المتوسطه اللي هي السكن، مصنف تاني يعني التصنيف التاني، مش اللي هي الفئه الاولى ومش الفئه الثالثه، مش الضعيف قوي ومش القوي قوي، هو في الفرقه متوسطه. طبعا هو بيدربهم الفرنسي كلود لوروا. ده الراجل بقى له كام سنه دلوقتي في افريقيا، يعني بقى له سنين جدا يعني هو. هقول لحضرتك كمان في لو استعرضنا المقارنه، اولا احنا هنستعرض مقارنه كده ما بين التاريخ التدريبي الكابتن حسام البدري وكلود لوروا. اول حاجه الفرنسي كلود لوروا تولى المهمه من سنه 7 ابريل 2016 مع منتخب توجو. كابتن حسام البدري متولي المهمه من 2019 20 سبتمبر. لعب 4 مباريات كابتن حسام البدري، فاز 2 وتعادل 2، ما خسرش ولا مباراه حتى الان، احرز 3 اهداف في 4 مباريات. هو طبعا الرقم بالنسبه للفوز يعني نوعا ما جيد، لكن احراز الاهداف قليل، عايزين نزود احراز الاهداف عندنا. استقبال الاهداف 1، برضه الدفاع كويس، شباك نظيفة 3 من 4. نيجي بقى لكلود لوروا اللي هو الفرنسي، لعب معاهم 22 ماتش، كسب ماتشين بس من 22 وتعادل 8 وخسر 9، أحرز 28 هدف في 22 مباراة، واستقبلت شباكه أهداف 28، برضه رقم بيؤكد إنهم عندهم نوعا ما قوة هجومية وضعف دفاعي. بالظبط، أنت بتتكلم تقريبا جول وشوية يعني في كل مباراة، لكن بيدخل فيهم أهداف برضه. والشباك النظيفة برضه 7 من 22، بس ده دليل على الضعف الخط الدفاع عندهم. هو يتولي المسؤولية طبعا 7 أبريل 2016، يعني تقريبا بقى له أكثر من 4 سنين ونص. ده بيديك مؤشر لاستقرار شوية أو حافظ الفرقة وعنده عناصر وعارف الشكل بتاعته. يعني لو بصينا برضه على تكملة سبق ليه تدريب، طبعا كابتن حسام البدري كان بيدرب النادي الاهلي واهلي طرابلس الليبي وانبي والمريخ السوداني. كلود لوروا بقى تاكيد كلام حضرتك هو 72 سنه، سبق ليه تدريب الكونغو والكونغو الديمقراطيه وسوريا وعمان وغانا والكاميرون والسنغال وماليزيا والشباب السعودي وفي انديه فرنسيه كمان، فتاريخ طبعا كبير في القاره الافريقيه. وهو انجازاته كلها ان هو اخذ كاس افريقيا مع الكاميرون سنه 87. صحيح، وكان عامل شغل كويس مع السنغال اكيد ومع غانا، يعني عنده خبرات افريقيه على مستوى عالي جدا. الكابتن حسام البدري انجازاته كلها مع النادي الاهلي ما عدا الدوري السوداني، يعني هو اخذ 3 دوري مصري مع النادي الاهلي، 3 سوبر، دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقي، كاس مصر، كل ده مع النادي الاهلي، واخذ دوري السوداني مع نادي المريخ.